وللمزيد حول بيان هيئة علماء المسلمين في العراق ينضم معنا من عمان الدكتور ثامر العلواني عضو هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. بداية، الهيئة قالت بأن البصرة تذبح بطريقة لا تقل خطورة عن الأدوات التي دمرت بها المدن الأخرى، بماذا توحي تلك السياسة الحكومية بالتدمير والإهمال؟ حياكم الله أخي الكريم. حياك الله. أولا، البصرة طبعا تعيش كارثة إنسانية منذ أسبوعين تقريبا بانتشار مرعب بحالات التسمم الجماعي بسبب تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة في المياه وجفاف أنهار البصرة بتواطؤ حكومي إيراني. وقد وصلت أعداد هائلة بالجملة إلى مستشفيات البصرة، منظمات حقوقية وإنسانية سجلت أكثر من 16,000 حالة تسمم. يعني نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية بسبب الإهمال الحكومي المتعمد. والهيئة بيّنت للعالم أن مسلسل الإبادة الجماعية للشعب العراقي لا يقتصر على محافظة بعينها دون أخرى، بل كل من يقف ضد المشروع الإيراني وينتقد الحكومة الحالية والعملية السياسية هو مستهدف. بالأمس أبيدت الفلوجة وجرف الصخر وبيجي والموصل، مدن بأكملها هدمت على ساكنيها، جثث الأطفال والنساء والشيوخ والشباب إلى الآن تحت ركام المنازل في الموصل على يد حكومات الاحتلال وميليشياتها بمعونة دولية إيرانية. واليوم أهل البصرة يقتلون ويذبحون بأبشع الطرق وهو التسمم عن طريق المياه. نعم دكتور، الكارثة التي تضرب البصرة الآن برأيك من المسؤول الحقيقي عنها، ولماذا تهمل هذه المحافظة بالذات التي تعتبر الشريان الاقتصادي والنفطي للعراق والتي كانت تسمى يوما ما بجوهرة الخليج؟ أخي الكريم، واضح جدا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تسير وفق مخطط مخيف ومرعب، وهذا ما أكدت عليه الهيئة، يهدف لقتل العراقيين وتجويعهم ونشر الأمراض والأوبئة بينهم. وقد فضحت الهيئة في بيانها يوم أمس هذه الحكومة وأفعالها الإجرامية. ولا يخفى على متابع أن البصرة تعاقب وبشدة على موقفها من إيران ومن العملية السياسية والحكومة الحالية. وإلا كيف نفسر أن الناس تشكو من تلوث الماء والحكومة تأتي لهم بماء ينتج عنه 4,000 حالة تسمم جماعي؟ هذه الأحداث هي رسالة من إيران ومن الحكومة الحالية لأهل البصرة، مفادها أن إما أن تستجيبوا للواقع المفروض بالنفوذ والسيطرة الإيرانية على خيرات وأموال العراق والترحيب بذلك، أو انتظروا المآسي البشعة، وهذه إحداها. الرسالة ملخصها سنقتلكم بأبشع الطرق. فإذا هناك تبادل أدوار بين الحكومة الحالية وإيران فيما يجري في البصرة خاصة والعراق عامة، واضح جدا للعيان. وهذا ما وصلت إليه قناعات الشارع العراقي، أن هذه الحكومة أثبتت أنها أتت لوأد العراقيين وإبادتهم بكافة الطرق والوسائل. نعم دكتور ثامر، يعني أزمة البصرة كيف ستنعكس على الشارع البصري الغاضب، لا سيما وأن المظاهرات والاعتصامات مستمرة؟ بما أنه التحرك الحكومي لا يوازي حجم الكارثة الإنسانية في البصرة، بل تحركهم هو باتجاه قتل الناس وأذهم، فإن هذه الأفعال الحكومية الإيرانية سوف تزيد من سخط الشارع البصري والعراقي تجاه هذه الحكومة وداعميها، وسوف ترسخ قناعة الشعب العراقي بأنه كله مستهدف، وأن محاولات السياسيين تمرير مصالحهم بنشر الطائفية لن تجدي نفعا. وقد رأينا كيف هب أهل الأنبار لإغاثة إخوانهم في البصرة بإيصال الماء الصالح للشرب، لا الماء المسمم الذي أسقته الحكومة لأهل البصرة. نعم الدكتور ثامر العلواني عضو هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.